بتاريخ 27/2/2020 نهار الخميس الساعه 6:30 صباحا سراقب محرره. وهي الاخوه الاعلاميين الحمد لله رب العالمين سراقب لنا العمود الكبير عمود الاذاعه. هاي علم الثوره يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واهلنا المدنيه عم توجهوا على سراقب. بدكم تنتبهوا على دخولية سراقب، زرعين الغام على دخولية سراقب على الطريق.